بعد دمار وصل إلى نحو 90%، عاد المسجد الجامع أو الجامع الأموي أو ما يعرف محليا بجامع المصفي إلى ما كان عليه، أول مسجد في نينوى وثاني مسجد في العراق بعد مسجد الكوفة وخامس مسجد في الإسلام، شيد بأمر من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في السنة 16 للهجرة. ثاني أقدم الجوامع لمدينة الموصل، له رمزية عند سكان مدينة الموصل القديمة، تعرض للتدمير بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابي على مدينة الموصل. تم المباشرة بالأعمال بتاريخ 15/4/2023، مدة الأعمال تجاوزت 10 أشهر. الجامع الذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 1400 عام عاد اليوم ليمثل تاريخ واحدة من أقدم مدن العالم وأعرقها بجوامعها وكنائسها وصروحها العمرانية. افتتح بحضور دبلوماسي ورسمي وحضور مثل جميع الأديان والقوميات والأطياف. سرا أن الإعمار كان إعمار جيد من حيث المواد الإنشائية والتخطيط العناصر المعمارية، وهذا الجامع كان واسع جدا حتى الفتوحات الإسلامية إلى بلاد النهر أرمينيا وأذربيجان انطلقت الجيوش من فناء هذا الجامع في عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. اهتمام كبير أولته الحكومتان المركزية والمحلية لهذا الجامع، فضلا عن الدعم الأمريكي والأوروبي الذي انتهى بعودته وفق الطراز المعماري الذي شيد عليه قبل 14 قرنا كان شاهدا فيها على حقب زمنية عديدة. هذا الجامع له ميزة خاصة عند أهل الموصل، فهو واجهة من واجهات الموصل، وهو لا يقتصر دوره على الصلوات الخمس وخطب الجمعة فقط، بل هو رسالة للمحبة والسلام والتعايش السلمي. يرى باحثون ومختصون في التاريخ والتراث أن الاهتمام المحلي والدولي بالجوامع والكنائس والمباني الأثرية والتراثية والتاريخية في الموصل هو جزء من اهتمام العالم بتاريخه وحضارته، لما تمتلكه الموصل من مواقع يشار لها بالبنان في كل بقاع الأرض. من الموصل، محمد سالم، يو تي في.